مرحبا بكم في هذه الفقرة حول الرتابة والتقارب. الرتابة حول فقرة الرتابة والتقارب. الرتابة والتقارب بالفرنسي لا مونوطوني اي كونفيرجونس. لا مونوطوني اي لا كونفيرجونس. الرتابة هي لا مونوطوني، الرتابة هي كونفيرجونس. عقلو لا مونوطوني اي لا كونفيرجونس. دابا عندي واحد الخاصية، الخاصية كتقول الخاصية كل متتالية تزايدية ومكبورة هي متقاربة، وكل متتالية تناقصية ومصغورة هي متقاربة. فهمتوا لي هاد الخاصية هادي؟ عقلوا هاد الخاصية هادي كنبينو أن المتتالية متقاربة على واحد النهاية. أش قلنا؟ قلنا متتالية متقاربة هي كل متتالية نهايتها منتهية. متتالية متقاربة قلناها في الفيديو السابق، هي كل متتالية نهايتها منتهية، يعني كتساوي ال عدد حقيقي. الخاصية هادي، الخاصية دي بلا ما كتطلعش لك بشحال النهاية تاعها. بلا هاد الخاصية كاع، الخاصية هادي كتستعمل لبرهان على أن المتتالية متقاربة دون تحديد نهايتها. عقل هذا ملحوظ، عقل عليه مزيان. اتصلت بيه دابا، دابا كل متتالية تزايدية ومكبورة به. عندي بحال متتالية، غنقول لكم واحد الملحوظة أخرى مهمة. متتالية تزايدية ومكبورة بالعدد جرونت ان. شنو هي متتالية تزايدية؟ شنو هي مكبورة بعدا كنشوف شنو هي مكبورة؟ يعني هي ان أصغر من ان. شنو هي التزايدية؟ التزايدية يعني غادا طالعة 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 للفوق. يعني شنو هي التزايدية؟ بحال قلت غادا طالعة 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 للفوق. وشنو هي مكبورة بإن؟ يعني إن راه صغر من إن، يعني إن راه صغر من إن. بحال نشرح لكم، نعطيكم على المتعامل المنظم، نشرحو، مثلنا واحد المرحلة تاع المتتالية، قلنا تزايدية، هاي غادا طالعة للفوق، متفقين؟ متتالية تزايدية يعني طالعة للفوق كاع. ولكن قالك مكبورة بالعدد ان، يعني انه يعني ان العدد ان ما كتفوتوش، يعني ان ان صغار ان، يعني ان ان صغار ان ما كاينش تفوت ان. الوغ مناش كتسنتش بلي ليميت كون ان اوفر بليس لانفيني ديال المتتالية راه هي ان. عقلوا عليها، إلا كانت متقاربة، إلا كانت متتالية تزايدية مكبورة بإن فهي متقاربة، تبينة، هادي باينة انطلاقا من الخاصية، والنهاية تاعها كتكون هي كرونت ان. لاحظوا انا ديما كنلاحظ عقل دابا دابا بحال دابا دابا ليميت تاع ان في الحالة ليميت تاع ان راه هي كرونت ان. لاحظوا تشابي عقلوا معايا، كل متتالية تزايدية مكبورة بعدد ان هي متقاربة، والنهاية تاعها كتكون هي كرونت ان. علاش؟ لحقاش شوفوا شوفوا المرحلة اش قالك تزايدية، يعني غادي طالع الفوق ومكبورة بعدد ان، يعني ان أصغر من ان، يعني المرحلة تاع ان أصغر من ان، ما كيفوتش عدد ان، ما كيفوتش عدد ان. الوغ اللي مشكو ان كونفير بيستاب ديال اللي مش من ان كيكبر، ان فين كتمشي؟ ان فين كتطلع؟ هاي كتطلع، ان اللي كتكبر ان فين كتطلع؟ كتطلع حتى ان، ما كتفوتهاش، ما كتفوتهاش، هاي ما كتفوتهاش. شوف دابا ان اللي كتقول بيستاب، ان اللي كتقول بيستاب فين؟ يعني ان اللي كتكبر، هاي ان اللي كتكبر. المرحلة كي كتكون، هذا هو المرحلة تاع ان، المرحلة تاع ان فين كيكون غادي طالع؟ غادي طالع حتى ان، ما كيفوتش ان. اه ليميت تاع ان هي ان، تافقين حد ما فهم، تافقين. و قال لك واحد الملحوظة أخرى، متتالية تناقصية و مصغورة بالعدد بوتيت ان، يعني ليميت تاع ان راه هي بوتيت ان. انا اشرح لكم، انا اشرح لكم هذا. اش هي مصغورة؟ يعني ان اكبر من ام، هذه مصغورة. تاع شنو هي تناقصية؟
يعني تناقصية، يعني غادي نازل لتحت هاي نازل لتحت، ولكن الان راه كبر من ام، يعني الان راه كبر من العدد ام، بحال ام اعتبرون يعني الان يعني الان ما كاينش تحت من ام، كاين فوق من ام، الوغ ليميت تاع ليميت تاع الان عندما ان يؤول بليس لافين شحال دابا ان كيمشي بليس لافين ان كيمشي هاي كيمشي لهاد القيمة هادي، هاد القيمة هادي إلا سقطت عليها هادي شحال غاتجي؟ غاتبقى كي بوتش ام، هي بوتش ام يعني هي يعني ليميت تاعها ليميت فوق ان كونفير بليس لافين. شوف نعاودها عليكم دابا ان كتكون بليس لافين ان كي كتكون هادو كتكبر هاي يعني كيمشي كيمشي عند ام هاي الآن أشني الآن صغير إم أشني الآن أكبر من إم الآن أكبر من إم يعني الآن المنحنى لا لاكوب تاع إم راه فوق من فوق من المقارب المعادل إدريك يساوي إم يعني فوق من المقارب هذا فوق من هو بحال أصبر بحال إلا رسمت نعتمد على هذا هو المقارب المقارب المعادل إدريك يساوي إم إم مثلا شني إم أكبر من إم إم أكبر من إم يعني هذا المنحنى إم يعني هذا المنحنى تاع إم راه فوق من ام يعني فوق المقارب تاع ايكريك يساوي ام ماشي تحتو جاب من هاد الفيل جاب من هادو ان اللي كتجي بليس لافين هاي ان اللي كتجي بليس لافين هي فكرتي فكرت هو المنحنى تاع ان هاو كيعود عدد ان ما كيبقاش يفوت ما كيبقاش ينزل تحت لتحت كاع فاهم ما كيبقاش ينزل عند مولن فين فاهمين حد الفيل نتمنى واحد تكونوا غادي فاهم معايا فيل دابا غندوزو غنتقلو واحد الخاصية خاصية نقول لكم نتقلو بصح صبروا نتقلو واحد الخاصية اللي مهمة وندوزو للتمارين التطبيقية هاد الخاصية اش كتقول كتقول كل متتالية تزايدية وغير مكبورة نهايتها بلس لافين يعني اللي الان في بلس لافين انا اشرح لكم هذه دوزي اخرى شنو يكون تزايدية هاي طاي هذا طالع الفوق شنو غير مكورة يعني بحال اللي قلت مكاينش شي مقارب كيحبسها مكاينش شي مقارب كيحبسها الو غاش قال تزايدية طالع الفوق انا شنو النهاية تاعها هي بلس لافين هاي لو ولكن لو كنت كلمة مكبورة يعني كاين ان صغر من ان يعني ان ديما صغر من ان يعني ان ديما غيحبس هاد المقارب ما يخليهاش تطلع هاك شو واش ديما كيحبس هاد المقارب اللي هو اي كيساوي ام يعني ان كتكون صغر من ان الو هي تاع لي كتقول لي اكس بلس لافيني هي ام هاي حقاش من ان تقول بلس لافيني ان كتصلح حتى ام ولكن ما كتموتهاش ولكن لما كانت مكبورة يعني هذا المقارب هذا ما غيكونش يعني يعني وكانت غير مكبورة كانت تزايدية يعني كي غتكون غتكون طالعة لفوق يعني ما كاينش اللي يحبسها متفقين دابا غندوزو للخاصية الثانية اش كتقول الخاصية الثانية كتقول كل متتالية تناقصية وغير مصغورة نهايتها هي موالفين يعني اللي بيدي الان هي موالفين انا اشرح لكم رسموا على متتالية تناقصية هكا هو غنهاطل تبقى معي تبقى معي شوف دابا غير مكبورة يعني الان غير وغير مصغورة يعني الان راه ماشي كبر من ان كبر من بوتش ان يعني ما كاينش واحد الموقع يعني كبر من فوق يعني ما كاينش واحد المقارب كيحبسها سمعوا لي شنو هي اكبر من ان اكبر من ان يعني ان ديما فوق من المقارب هاو ديما فوق من المقارب يعني ان ديما فوق من المقارب الو ملي تعمل ان تقول بي سافيني راه هي ان راه هي بوتيت ان ولكن دابا الا ما كانت مصغورة ان المستقيم المقارب ما غيكونش كي غتكون غادا مهودة 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 تا وشي غتبقى هذا مودة تلتة يعني مودة الموالفين يعني اللي متاع هي موالفين علاش؟ لحقاش ما كيكونش واحد المقارب كيحبسها بحال دابا بحال دابا ويجي تناقصي مصغور بعدد ام بحال دابا هاد
هاي تناقصي ياك، هاي تناقصي، ولكن كي واحد المطار كيحبسها ان اكبر من ان، يعني ان اكبر من ان، يعني ان ديما فوق من المقارن. الو ليميت تاعها شناهي؟ ليميت تاعها راه هي بوتيت ان. عرفتي علاش لحقات متتاليه؟ هبطات قالت غادي مهوده مهوده حتى قالت غادي مهوده حتى وصلت للمقارن وحسات. من غير يوصل المقارن بحال كتقول المقارن غادي هو واحد واحد الخط ايفو تصلي غتبقى اللي ما كاش غادي مهوده مهوده ثالثه هي مهوده ثالثه يعني مهوده حتى المولفين حتى اللي كيكون متشدين تناقصيه وغير مصوره نهايته هي مولفين شنو غير مصوره يعني المقارن ما كاينش المقارن ما كاينش متفقين جميع حد ما تكونوا فاهمين في الخاصيات دابا غندوز واحد ندوز واحد التمرين تطبيقي حول الخاص حول هذا بركة الله غندوز دابا واحد التمرين تطبيقي التمرين تطبيقي عطيك نعتبر نعتبر المتتالي التالي عطيك في زيرو كتساوي موازن في ان بلس ان كتساوي سعود على ستة ناقص في ان كيسيون نو لا كيسيون قال بين واحد سؤال بين ان في ان اصغر من ثلاثة بطبيعة الحال يكون ان ينتمي الى ان هذا هو السؤال الاول ثاني سؤال قال لك ادرس رتابة المتتالي الى ان ادرس يعني اتيدي لا مونوتوني رتابة رتابة المتتالي الى ان هاتوما رتابة المتتالية في ان ثم في ان في ان خاطر عندنا هنا في ان ثم استنتج انها متقاربة يستنتج انها متقاربة دابا بسم الله نبداو نجاوب على بركة الله في السؤال الاول بي ان في ان شنو هي مكبورة بالعدد الثلاثة أصغر هي مكبورة بالعدد الثلاثة اش غنديرو غنديرو لا غيكيغونس يعني واحد الترشح غنديرو من أجل أن من أجل أن يساوي أصغر عدد في أن يساوي زيرو لدينا في زيرو يساوي ناقص واحد و ناقص واحد أصغر من ثلاثة إذن في زيرو أصغر من ثلاثة عبارة يعني بروبوزيسيون فغي يعني صحيحة من أجل يعني بوك ان انتقال زيرو اش غادي دابا غادي دابا نفترض قبل ان ليكن ليكن زاوية التوالي ان ينتمي الى ان نفترض ان في ان اصغر من ثلاثة ونبين ان في ان زائد واحد اصغر من ثلاثة دابا 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 بغيت تبين ان في ان زائد واحد اصغر من ثلاثة اش خاص دير؟ خاص دير طبيعة الحال مقارنة مقارنة يعني في ان زائد واحد ناقص ثلاثة كيف قلنا كيف قلنا في الفيديو السابق ديال موجات ديال الترجع غتقول لدينا في ان زائد واحد ناقص ثلاثة تساوي غادي لدينا فين هي في ان زائد واحد؟ هي 90 على 6 ناقص في ان ناقص ثلاثة كتساوي مقام واحد وستة ناقص في ان سعود ناقص ثلاثة عامل ستة ناقص في ان اش كتساوي؟ سعود ثلاثة في شحال؟ ناقص 18 ناقص ناقص زائد ثلاثة في ان على ستة ناقص في ان ما كدير والو فقط واحد حتى المقامات سعود ناقص 18 شحال؟ سعود ناقص 18 هي ناقص اش؟ هي ناقص سعود زائد ثلاثة في ان على ستة ناقص في ان اش كتساوي؟ نعم اش نعملو هنا بواحد بواحد ثلاثة ثلاثة عامل في ان ناقص ثلاثة على ستة ناقص في ان ماذا والو فقط عامل ثلاثة بثلاثة كاين في ان حداها بوزيتيف هاهي غتبقى بوزيتيف ثلاثة في ان موجب كاين اشارة موجبة غتبقى موجبة تسعود هي ثلاثة في ثلاثة هي ثلاثة بحال قلتي بحال قلتي أنا درت ثلاثة عامل ناقص ثلاثة زائد في إن هادي غلطتو هاي
تاقي حد الفيل تاقي شنو نقول لدينا حسب الافتراض عرفتوا الافتراض فان اصغر من ثلاثه تاقي حد الفيل اليد بصح غير كلمه اللي تبنى يعني ان فان يعني ان فان ناقص ثلاثة أصغر من الصفر فان قسمنا ثلاثة قسمنا ثلاثة يعني ثلاثة عامل فان ناقص ثلاثة أصغر من الصفر هذي توالو دابا هذي دابا هذي الرقم رقم واحد هان أقصت هذي دابا نجيو المقام شنو نقول هو لدينا أيضا فان أصغر من ثلاثة يعني أن ناقص فان أكبر من ناقص ثلاثة داخل لتقطيع أ ناقص بي يجب تقطيع ناقص بي هذا بقى بين أطرس ناقص بي أطرس أطر ناقص بي إن يلون هاي ناقص بي إن أطرت يلون يعني ستة ناقص فان أكبر من ستة ناقص ثلاثة ليش هاي لي ثلاثة وثلاثة أكبر من الصفر إذن ستة ناقص فان أكبر من الصفر الرقم هذا رقم جوج هاي رقم واحد اللي كنا في البسط هاي رقم جوج كنا في المقام شنو نقولو؟ نقولو من واحد واثنان نستنتج أن شنو نستنتج؟ هذه على هذه كاسطين هذه على هذه هذه على هذه هذه على هذه هذه على هذه هذه كبيرة سالبة هذه كبيرة موجبة أو غادي هذه سالبة شاش طيب غنسنتجو بلي ثلاثة عامل في إن ناقص ثلاثة على ستة ناقص في إن أصغر من صفر ومنه سمحوا لي في إن زائد واحد ناقص ثلاثة راح كتساوي هذه هاي راح كتساوي هذه مع أن هذه صغر من صفر ألو غادي كراتكم هذه أصغر من الصفر إذا مخياتيش كتسنج إذا في إن زائد واحد أصغر من ثلاثة صافي هاد تبين تيها حنا بيناه اللي بغينا نبينو حنا بيناه شنو نقول ومنه محاسبة مبدأ الترشح فإن في إن أصغر من ثلاثة حنا سالينا هاد السؤال دابا ندوزو للسؤال اللي راه استراتيجي متشابك احنا سالين دابا هاد السؤال هذا دابا ندوزو لدراسة الراتب تاع المتشابك الراتب تاع المتشابك واش كنقصوه الراتب رجع الفيديو ديال الراتب غتلقى كنقصو اشارة الفرق في ان زائد واحد ناقص في ان فكتساوي من سعود على ستة ناقص في ان ناقص في ان اش كتساوي نروح للمقام ستة ناقص في ان يعني تسعود ناقص ستة ناقص سمحوا لي في ان عامل ستة ناقص في ان وحدة من المقام مقام واحد ستة ناقص في ان تسعود ناقص ستة في ان زائد في ان وكاري كتساوي في ان وكاري ناقص ستة في ان زائد تسعود علاش على ستة ناقص في ان لي لاحظ فيكم واحد الملحوظة غيكون خطير فيكم شوفوا تنتو هاديك كتبان لكم في الفوقانية ماشي متطابقة هامة تفكروا فيها فكر اش تسيب فكوها شتولي في ان وكاري ناقص جوج في ثلاثة في ان وتسوي شتولي زائد ثلاثة وكاري علاش على ستة ناقص في ان تعرفي الحد الفعل هذه ماشي متطابقة هامة اوكار جوج ابي بي اوكار اوكار ناقص جوج ابي زائد بي اوكار ماشي هي في ان ناقص ثلاثة اكل اوكار هي خاصكم دابا تكونوا تجاوبوا في المتطابقات اللي كنكرر لكم على ستة ناقص في ان
اش نقول دابا عندك هذه الموجبه الدرس اشاره الدرس اشاره تاع هذا الشهر اش تقول لدينا حاسبه سؤال واحد في ان اصغر من 3 يعني ناقص في ان اكبر من ناقص 3 يعني انا اريد تستلزم حق 6 ناقص في ان اكبر من 6 ناقص 3 هي 3 3 اكبر من 0 ومينو 6 ناقص في ان اكبر من 0 ولدينا شنو عندنا في ان ناقص 3 وكاري اكبر من 0 اذا هل كان اكبر من 0 انا شاريكم علاش هذه موجب وهذه موجب موجب على موجب موجب ومنه في ان زائد واحد ناقص في ان اكبر من الصفر حقاش هذه اكبر من الصفر او غير كامله اكبر من الصفر وبالتالي فان في ان متتاليه تزايديه انتظر السراتيب قلت انها متقارب اش يقول في التقارب صانت في مزيان يقول في التقارب غتقول بما ان في ان متتاليه في ان متتاليه غتقول بما ان في ان متتاليه تزايديه و مكبوره هذه مكبوره ايه مكبوره بالعدد الثلاثه فإنها متقاربة هاتوا سيرتوا